مصنع شركة فاكسيرا، والحقيقة هذا المصنع الحقيقة يعني أهميته كبيرة جدا النهاردة وإحنا موجودين، لأن هو ده أصبح المصنع الأول في مصر اللي بينتج اللقاح الخاص بفيروس كورونا. والحقيقة الحكومة والدولة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أول لحظة يعني توجيهات سيادته إن إحنا نؤمن أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين المصريين. والحقيقة الدولة والحكومة الحقيقة يعني طرقنا كل الأبواب، اعتمدنا كل اللقاحات اللي يعني العالم أقرها ومنظمة الصحة العالمية أقرتها، تعاقدنا مع كل الجهات اللي ممكن إنها نتعاقد معاها لتوفير اللقاح. والحقيقة يمكن اللي يعني لمسناه في الفترة الماضية هو طبعا إن حجم الضغط العالمي والطلب العالمي الكبير جدا على اللقاحات خلى يعني الحقيقة بعض الشركات اللي كنا الحقيقة متعاقدين معاها على توريد كميات من اللقاحات في توقيتات معينة، يعني نتيجة للضغوط العالمية اللي موجودة عليها ابتدت يحصل فيه نوع من التأخير. وبالتالي يمكن احنا من اول لحظة كانت عينينا على ان احنا عشان نمتلك القدرة وما يبقاش ان احنا يعني هقولها بمنتهى الشفافية نبقى تحت رحمة السوق العالمي، كان يمكن توجيهات فخامة الرئيس ان احنا لابد من التصنيع المحلي للقاح في مصر باي صورة من الصور. والحقيقة يمكن يعني في هذا الصدد انا حابب ان انا اوجه الشكر ل يعني الحقيقة الصديق الكبير حكومة دولة الصين على دعمها الكامل لهذا الموضوع. الحقيقة يمكن لما معالي وزيرة الصحة ويعني كل الهيئات اللي موجودة في مصر ابتدت يعني تسعى إلى موضوع تصنيع اللقاح، يعني تواصلنا مع يعني شركائنا في دولة الصين، وهم الحقيقة مشكورين من خلال أحد الشركات العالمية اللي بتنتج اللقاح في الصين وافقوا على إنتاج اللقاح في مصر. ويمكن الحمد لله حضراتكم يمكن فخامة الرئيس في افتتاح قاعدة 3 يوليو أعلن عن الإنتاج الوطني للقاح، ويمكن النهاردة احنا شفنا مع بعض يعني المراحل الأولى لإنتاج اللقاح، ويمكن أنتجنا لغاية دلوقتي 1,000,000 جرعة يعني. ويمكن النهاردة طاقة المصنع هنا إنها تقدر تنتج في الوردية الواحدة 300,000 جرعة في اليوم، يعني إذا عندنا كميات من المواد الخام ممكن نحن نعمل ورديتين يبقى نصل إلى 600,000 جرعة في اليوم. الحقيقة يمكن هو التحدي النهاردة، وده اللي اتكلمنا مع يعني أشقائنا في دولة الصين والسيد سفير، هو إن احنا نضاعف كميات المواد الخام، المادة الخام اللي هي بتصنع منها اللقاح، لأن كان تعاقدنا مع الشركة الأم إن يبقى 40,000,000 جرعة لغاية نهاية هذا العام. احنا طلبنا مضاعفة هذه الكمية، يعني هنتكلم على 80,000,000 جرعة لغاية نهاية هذا العام. 80,000,000 جرعة يعني تكفي لقاح 40,000,000 مواطن فقط من هيبقى اللقاح المنتج في مصر، إذا ربنا كرمنا إن شاء الله وبإذن الله مع يعني الحكومة الصينية هنقدر يوفروا لنا كمية من المواد الخام ونقدر ننتج هذه الكمية على الأقل 40,000,000 مواطن يقدروا ياخدوا من اللقاح المصنع في مصر. ده بالإضافة للتعاقدات الأخرى الحقيقة اللي احنا متعاقدين فيها مع شركات عالمية عشان تقدر تجيب لنا اللقاح من أكتر من مصنع عالمي. النقطة طبعا ان احنا شايفين ان هذا التحدي تحدي كبير، وهذا الفيروس يعني مش من المنتظر ان هو يعني هيختفي في القريب العاجل، وبالتالي موضوع اللقاح ده لازم يبقى يعني نمتلك القدرة بتاعته، لان يعني وارد ان هيبقى لازم يبقى في نوع من التلقيح السنوي للمواطنين في خلال الفترات القادمة علشان يعني يبقى في دائما مأمونية من الإصابة بهذا المرض ان شاء الله. يمكن بإذن الله هشرف مع معالي الوزيرة ب يعني زيارة وتفقد صرح آخر كبير جدا في مدينة 6 أكتوبر، وهو المصنع الجديد لفاكسيرا، وده الحقيقة يمكن أقدر أقول عليه مش مصنع، هو هيبقى مدينة وقلعة صناعية لتصنيع الأدوية واللقاحات. ويمكن قدراته يمكن كانت معالي الوزيرة قالت إن هو من قدراته إن هو يقدر يوصل إن هو ينتج 3,000,000 جرعة في اليوم من مختلف اللقاحات. أنا مش بتكلم هنا على كورونا ولكن أي نوع من اللقاحات. ويمكن إحنا دلوقتي كحكومة مصرية في بصدد يعني محاولات اتفاقات وإنهاء اتفاقات مع معاهد عالمية من أكثر من دولة عشان نضمن إنتاج الثمن لقاحات الأساسية اللي إحنا بنحتاجهم في مصر. اللقاحات دي اللي هي أطفالنا بياخدوها منذ الولادة وبرضو إحنا كمواطنين بنحتاجها،
8 لقاحات رئيسية إن شاء الله بإذن الله هتبقى مع إنهاء الاتفاقات مع المعاهد الطبية الدولية، هنكون قادرين بإذن الله في هذا الصرح الطبي في مدينة 6 أكتوبر إن إحنا نواجهها ويبقى عندنا يعني زي ما بنقول إنتاج ذاتي وعدم الاحتياج للاستيراد بإذن الله في هذا الموضوع. إحنا كدولة كجزء من امتلاك القدرة وإن مصر تعود إلى يعني مكانتها القوية، لابد أن نمتلك قدراتنا لإنتاج هذه الأدوية واللقاحات الحيوية لأنها مسألة أمن قومي. دي يمكن توجيهات سيادة الرئيس، لابد أن مصر يكون فيها كل هذه اللقاحات الأساسية والأدوية الأساسية. ويمكن في هذا الصدد برضو ما يعني لا يفوتني أن أنا يعني أوجه أيضا الشكر لزملائي رؤساء هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية على جهدهم برضو اللي بيزلوه سواء في تسجيل الأدوية واللقاحات أو الشراء المركزي للعديد من الأجهزة الطبية، واللي الحمد لله خلت الدولة المصرية قادرة على يعني بالتعاون مع كل الجهات قادرة الحمد لله أن احنا يعني حتى هذه اللحظة يعني إدارتنا لأزمة فيروس كورونا يعني الحمد لله يا رب ربنا موفقنا فيها وما حسيناش بأي أزمة كبيرة في هذا الموضوع. ويمكن كنا لسه عاملين اجتماع أمس للجنة الأزمة وتمنيت من كل زملائي معالي الوزيرة والسادة رؤساء الهيئتين على الاحتياط الاستراتيجي من الأدوية ومن الأكسجين عشان يبقى إن شاء الله مطمئنين بإذن الله ويعني دائما ما يبقاش عندنا أزمة في هذا الصدد. مرة أخرى أنا يعني بشكر كل القائمين على إدارة هذا الصرح الكبير على يعني الحقيقة على جهدهم، والنهاردة إن إحنا بنشهد موضوع إنتاج الفيروس الخاص اللقاح الخاص بفيروس كورونا، دي أعتقد يعني نقلة تاريخية في تاريخ هذه الشركة، واللي ربنا يعني بدعوهم إن هم ربنا يوفقهم ويقدرهم على مزيد من التقدم والنجاح. وشكرا لحضراتكم.